بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة. وكنت أظن أن تهدأ الأمور إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك كتابة. وكنت أظنها أن تهدأ، لكن إيه؟ لا تهدأ منين؟ ده أنت لسه ما ابتديتش، لسه ما ابتديتش، واللجنة لسه بتعلن عن التكليفات بتاعتها، وهنبتدي نناقش الامر بشكل موضوعي ونقول والله طالما ان في اهداف احنا ورا تحقيق هذه الاهداف. نبص نلاقي ناس خدت حكم بعدم الهبوط، وناس بترفع قضيه لالغاء الدوري، وناس عايزه تسحب اللقب، وكان اللي عايز يسحب اللقب ده فكرني بنكته الراجل اللي عايز يغيظ مراته سلخ وشه. فكرنا اقول لك ليه. إذن هي حلقة مهمة في توقيت أيضا فيه الكثير من محاولات ترتيب أوضاع البيت الكروي من الداخل، سواء في النادي الأهلي أو إلى الجوار منه اتحاد الكرة. جهود كبيرة واجتماعات كثيرة لإعادة ترتيب الأوضاع من الداخل. حلقة مهمة في توقيت أهم وفيها ست عناوين. وقال كمان هيسحبوا الدرع، لكن لو عن ملوك الصلاة نفتح الحساب. الفوز سهل لكن المكاسب أغلى، شهادة عمر وتامر وكلام لابد منه. اللجنة المؤقتة والتنمية المستدامة. وأخيرا جريشة بين الافتراء والافتراض.